ممكن الصين اليوم تستقبل السفراء، تحديدا السفيرة طبيعي. الأمريكية والسفير الفرنسي؟ أبلغتكم السفيرة الأمريكية بوجوب عدم تدحرج الأوضاع جنوبا، شو كان الرد أستاذ قاسم؟ يعني هي مش أول مرة بظرف مثل هالظرف بتتكثف فيه الاتصالات على كل المستويات، خصوصا مع الرئيس بري، أمر طبيعي طبعا للآخرين أن يقولوا ما يقولوه. بالتأكيد كان هدف هذه اللقاءات والزيارات هو محاولة الطمأنة أنه ما في دفع خارجي باتجاه تأزيم الأمور أكثر. أسئلة كانت واضحة حتى من الرئيس بري مش من السفراء، إلى أي مدى ممكن يكونوا أعطوا إشارات كما قيل، لأنه بعض التحليلات وبعض الفرضيات صارت أنه في ضوء أخضر لهذا العدو بأن يوسع من عملياته وعملياته العدوانية حتى باتجاه لبنان. أنه حصل كان في طبعا أجوبة واضحة، وعندما قالوا للرئيس بري يجب العمل على طبعا ضبطه والسعي للاستقرار ومنع تفاقم الامور اكثر، فكان طبعا جواب الرئيس بري واضح بان اذهبوا الى شركائكم الى الاسرائيلي ليوقف تماديه وعدوانيته واعتداءاته، لانه ما حصل في حتى في الجنوب طبعا بموضوع غزه، لانه نحن لا نستطيع ان نغفل ما يجري في غزه، لان نحن معنيون ليس كلبنانيين بل كعرب، لانه فلسطين وقضيه فلسطين لا تعني فلسطين على مستوى الشعب الفلسطيني فقط، رغم انه ما يجري هو مباشر يجري من عدوانيه ومن همجيه يتحمل الشعب الفلسطيني بشكل اساسي، لكن هذه القضيه قضيه عربيه إسلامية صحيح. إنسانية، قضية أحرار في هذا العالم نظرا للظلم اللي بيتعرض له الشعب الفلسطيني. كان كلامه واضح، اذهبوا طبعا إلى هذا الكيان ليوقف عدوانيته ومجاته. اللي صار بجنوب هو طبعا خرج هذا العدو من عن قواعد الاشتباك التي كان متعارف عليها منذ فتره طويله. في كلام عن انه الرئيس بري ابلغ السفيره الامريكيه بانه لبنان سيلتزم وحزب الله سيلتزم بقواعد الاشتباك المتعارف عليها، هلا تخطاها شوي لانه الاسرائيلي تخطاها، بس انه ضربه بضربه طبيعي عندما يتخطى الاسرائيلي، وكان واضح المقاومه من المرحله الاولى انه اي انحراف عن قواعد الاشتباك سيكون الرد واضحا طبعا، وهذا ما كان في البيان الاولي ثم تليه لاحقا. بس انا بهمني بس هذا التاكيد، بلغ الرئيس بري السفيره الامريكيه بانه لبنان سيلتزم بقواعد الاشتباك؟ بلغ السفيره الامريكيه اذا كنتم تريدون الاستقرار وانتم طبعا تسعون اليه، اذهبوا الى من يعمل على زعزعة الاستقرار و ماذا عن قواعد الاشتباك؟ ما تجاوز قواعد الاشتباك وهو العدو الاسرائيلي مش اللبنانيين ولا المقاومة بالجنوب. نعم، بس حكيوا عن التزام لبنان بقواعد الاشتباك. لا، هذا الموضوع لبنان اصلا واضح بموضوع قواعد الاشتباك، ضل ملتزم فيها بالمقاومة ملتزمة فيها بالمرحلة الأولى. يوم الأحد أول طلقات كانت يوم الأحد هي بمزارع شبعة وتلال كفر شوبة، واللي هي من ضمن قواعد الاشتباك ومن حق المقاومة الرد، لأنه هذه أرض محتلة. نعم. وهذا لبنان يعمل لاستعادة أرضه، ومن حق المقاومة طبعا أن تقوم بدورة واجبة في موضوع استعادة الأرض. يوم التنان اللي حصل طبعا أمر آخر، اعتدى هذا العدو على لبنان من خلال العدوان المباشر بقصف المناطق اللبنانية. نعم. الآمنة، وسقط شهداء، وكان اعتداء مباشر منه، فهذا استدعى رد اولي. بالبيان كان واضح حزب الله رد اولي، اليوم بردوا اللي حصل الصباح قال رد حازم. نعم. وحاسم، يعني كان واضح بهذا الامر. نعم. من ضمن قواعد الاشتباك. طيب. اذا ضربتم ضربنا، واذا استهدفتم